كناش مباراة مع الدخلة ولكن مع تسجيل هدف أول الحمد لله توفقنا باش نحقق واحد النتيجة إيجابية
والحمد لله هذا حققنا واحد النتيجه اللي تزيد صبر الترتيب، وهذا كنشكر الجماهير اللي كانت كتساند طول المباراه، وهذا الشيء كان بفضل اللاعبين والجمهور. شكرا بزاف. المقابله كانت صعيبه ملغومه، اجواء مناخيه صعبه، الفريق بن سودا كما كتعرفوا كيمر بواحد ازمه نتائج كتخبط في مؤخره الترتيب. حنايا كان فواحد الخط الحمد لله تصاعدي، هذا يمكن الانتصار الرابع على الدوري بالميدان، المقابله السابعه بدون خساره. الدوري ديالنا خداو الثقه ديالهم كيتقاتلوا رغم الغيابات. كنشير بان هذه المقابله عرفت اقحام ثلاث لاعبين 16 عام وجوج 17 عام، هذا كيدل على ان فرق بدايه طنجه لا خوف عليه، مستقبل واعد ان شاء الله، عنصر محلي لا خوف عليه ان شاء الله، مادا وداد طنجه موجوده في مدينه طنجه لا خوف على العنصر المحلي. باش نشوفوا حنايا خمسه اللاعبين عندهم 16 عام كان موجود كيلعبوا في الهوات تيتو، هذيك راه تحيه وتقدر من المكتب ومن الطاقم التقني واللاعبين من الجماهير اللي جات في هذا المناخ الصعب شويه. شكرا.